التغير المناخي وانخفاض درجة الحرارة مع هطول الأمطار والثلوج رفع إلزامية التأهب في الطرقات لحفظ الأرواح والمركبات، حيث يغفل كثيرون عن ضرورة تغيير عجلات السيارات بين الشتاء والصيف. دونك لي بنو لازم يكونوا ملاح، لي بنو يكونوا ملاح لازم الصيف ولا الشتاء. كاين بزاف الناس تطيح شويه ثلج يقول لك نطلعوا للجبال، نطلعوا نروحوا للشريعه، نروحوا للجرجره، مي لازم يدي ولادو ويدي العائلته وكلش. انا شفناهم ديجا في يوتيوب البارح وين بزاف سيارات اللي ديرابيو في الجيد. لازم الانسان يكون عنده ثقافه باش يروح بلاد اللي فيها ثلج، لازم يراقبهم كل خطره عند اخصائي، وخاصه يشوفوا تانيك لابريسيون تاع لي بنو. استهانه بضروره الصيانه راح ضحيتها عديد الجزائريين ممن غابت عنهم ثقافة الميكانيك، لتكون الحصيلة حوادث مرورية مميتة. واحد صاحبي بنوة تاعو ملاح، كانوا ناقصين النفس لابريسيون، هي نورمالمون ترفد 2.5 كيلو، كان فيها واقل 1 كيلو وكذا، مع الفيراج هربت له. كاين الناس هكذا نعرفهم يبغى ديرابو ملي بنو تلقى عنده بنو، هو باسكو على في قص لي بنو اشاك 20 جور انسان يفيري في طوموبيل تاعو. عندي مده انا ما غيرتش العجلات الاطارات تاع السياره، ولكن في المده الاخيره لما تسقط الثلوج جاتني الفكره على اساس انه لابد وان الانسان يراقب هذه الاطارات. مناظر الثلوج وزخات المطر التي طال انتظارها قد تحمل في جوف صورتها الجميلة مصيرا مريرا في حال عدم الالتزام وتثبيت الوعي لحفظ النفس والنفيس.